بي سي هي جزء من المجتمع اللبناني، وبالتالي هي صورة عن أماله ومعاناته. ونجاح الأبي سي بفضل دعم المجتمع اللبناني، وبالتالي واجبنا نحن أنه نساعد هالمجتمع ونكون جزء من معاناته. وهذا ما يسمى المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR. ما تقوم به شركة الأبي سي يشكل علامة فارقة في تعاطي القطاع الخاص مع مسألة حيوية تمس بصحة ومستقبل إنسان هذا الوطن. بالواقع طبعاً تنويه بجهود سعادة النائب سمعناها كثير، حقيقة خطوة مميزة. بتمنى من كل المعنيين بالمجتمع اللبناني إنه ياخذوا هالموضوع بجديه.